يعني انت شايفة كده الواد ليش عدا ما يقوس منه للدرجة دي؟ اخر واحد ممكن يشتغل في الموساد او في اي جهاز مخابرات في العالم، ذكاؤه تحت الصفر. يمكن يكون انسان طيب وغلبان، لكن انت عارف شغلنا يا ديفيد. عارفه طبعا، وحاسس ان انا المسؤول عن الورطة دي. لازم تعرف كمان اننا ما ينفعش بعد فترة قصيرة كده نقول له مع السلامة. معنى كده ان اختيارنا من الاول كان غلط، ودي مسؤولية. والحل يا جولدة؟ وبعدين هنعمل ايه مع الترابش ده؟ لازم نبعده بصنعة لطافة من غير ما يبان اننا اخترناه بالكوسة. لكن ازاي؟ ايوه ازاي؟ ها؟ لقيتها؟ كانت غايبة عني ازاي دي؟ الحقني بسرعة يا ديفيد. مفيش حل غير ان احنا نبعته مأمورية. مأمورية؟ من كتر ذكائه يعني يا ديفيد، ما تشوف لنا حل تاني. اسمعيني بس، انا غرضي نبعته في عملية كوز المحبة. ايه؟ كوز المحبة؟ لكن احنا كده نبقى حكمنا عليه بالإعدام في 60 داهية. المهم ان احنا نخلص من الورطة دي. الو حبيبي سيادة الرئيس، انا اسفة جدا. شالوم. الو ليش يا حبيبي؟ تعال لي في المكتب، عاوزك. سيب الجرايد وتعالى هنا يا ليشع. عايزين ايه؟ مبروك يا ليشع، الف الف مبروك. بتبارك لي على ايه؟ خير في ايه؟ شغلك عاجب الناس اللي فوق، مبروك على الثقه. بتبارك لي على الثقه، وده اصرفها منين دي؟ اسمع يا ليشع، انت مرشح لاداء مهمه خطيره. لا انا مش فاضي، بعتوا ديفيد اهو جاهز بطاقيته. بعتوني ازاي يا جدع انت؟ بتبطل عبط بقى. انا عبيط؟ ماشي يا ابو الذكاوة والمفهومية، اللي فوق معجبين بشغلك زيي، كفاية غيرة. اسمع بس يا ليشا، انت مرشح لاداء مهمة كوز المحبة. كوز المحبة ازاي يعني؟ لا يا جولدة، لا شوفيني حاجة تانية غير الكوز. يا بني ادم افهم، ده الاسم الحركي بتاع العملية. اسمعني كويس يا ليشا وافهمني، انت هتروح كباريه الوردة الخضرة، هتخش تلاقي واحد لابس جاكيتة سودة، وفي عروض الجاكيتة وردة حمراء كبيرة. طب انا بس ثانية واحدة عشان افهم، هي حمراء ولا خضرة؟ حمراء. هتخش عليه وتسأله كوز المحبة، هيرد عليك يقولك اتخرم، وياخدك على مستر اس على طول. بتعملي كده ليه؟ وبعدين هو فين مستر اس والورد اخضر ده؟ وبعدين هو فيها عالم ورد اخضر؟ في يا ليشع، فيه هناك في بلاد الاعداء. طب يعني هم اللي في بلاد الاعداء دول هيسيبونا نسلم الرساله؟ طب ما احنا نكلمهم في التليفون ونبلغهم، ولا هي مشاوير على الفاضي؟ تليفون ايه بس يا ليشع؟ انت فعلا احيانا بتحسسني انك غني. اني غرامك الوحيد. طب ما انا عارف. بص يا ليشا يا حبيبي، اديكي قلتيها بلسانك. هو في حد برضو يرفض طلب لجولدة حبيبته؟ لا طبعا، طلباتك اوامر. اؤمري. بص يا ليشا يا حبيبي، دلوقتي انا هاخدك ونراجع العملية خطوة. طب ثانية واحدة، خد دول كده وما تحشرش نفسك، وقف على جنب، شوف لك حاجة مفيدة تعملها، امسك دي. يلا بينا. يلا. ده المسدح حلو قوي.